السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear students of secondary 2 النهاردة هنكمل مع بعض lesson of plant nutrition. اتفقنا ان plant nutrition بيحصل من خلال two process اللي هم absorption and photosynthesis. بالنسبة للabsorption اتفقنا ان الabsorption ده بيكون الwater and mineral salts from the soil واتفقنا ان هي من خلال الroot hairs. طيب النهارده هنتكلم عن الميكانيزم اوف ووتر ابزوربشن، يعني ازاي الووتر دي بيحصل لها ترانزميشن فروم وان بليس تو انذر من خلال الديفرنت تيشوز بتاعت البلانت لحد ما بتوصل للليفز تو دو ذا فوتوسينثيس بروسيس. طيب هنبدا نقول الاول عشان نفهم الميكانيزم اللي بيحصل بيه لازم نفهم سم فيزيكال فينومينا، بعض الفيزيكال فينومينا اللي من خلالها بيحصل الووتر ابزوربشن. طيب نمبر 1 ديفيوجن، معنى كلمه ديفيوجن دي هي الموفمنت اوف مولكيولز اور ايونز، وخلي بالك بقى من الكلام عشان هنبدا نميز الديفرنت فينومينا ببعض الكيوردز. موفمنت اوف مولكيولز اور ايونز or ions، ونسطر كده تحت كلمة molecules or ions. طيب عملية الموفمنت أو الحركة بتاعت المولكيولز أو الأيونز دي بتتم إزاي؟ من الريجين اللي فيها higher concentration التركيز الأعلى to the lower concentration التركيز الأقل. طبعا من الطبيعي إن دايما المكان اللي بيبقى crowded اللي مليان بالمولكيولز او الايونز هو اللي هيبدا يعمل الديفيوجن للمكان اللي فيه عدد المولكيولز او الايونز الاقل. طيب بنقول هنا الديفيوجن ده بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه الكونتينوس فري موشن اوف مولكيولز. احنا عارفين ان المولكيولز دايما ما هياش ثابته في مكانها، هي في حاله من الكونتينوس موشن، حاله حركه مستمرة. فنتيجة الحركة المستمرة دي بيحصل لها الديستريبيوشن أو التوزيع، وبتتنقل من المكان اللي هو الكراودد ده المزدحم اللي هو الهاير كونسنتريشن تو ذا لور كونسنتريشن. يبقى هنا دي سببها إيه؟ ديو تو ذا كونتينيوس موشن أوف مولكيولز، نتيجة الحركة المستمرة للجزيئات. طيب بنقول هنا اكزامبل ايه؟ عمرك شفت ان انت مثلا كنت جايب كاب اوف ووتر وحطيت فيها مثلا نقطه من الانك، بعد شويه سبتها من without steering حتى ولا اي حاجه، بتبص تلاقي ان الانك ده حصل له distribution all over the water، يبقى معنى كده ان ده حصل له diffusion. بقول حصل له diffusion، يبقى هنا الدروبس اوف انك حصل لها diffusion in water. طيب ننقل على النوع الثاني من الفيزيكال فينومينا البرميابيليتي. برميابيليتي او النفاذيه، يعني يا ترى الحاجه دي بتسمح بمرور السبستنس من خلالها ولا ما بتسمح لهاش، ولا بتتحكم في انواع السبستنس اللي تعدي، يعني بمعنى انها بتعمل كنترول، بتسمح لحاجات وتمنع حاجات تانية. يبقى البرميابيليتي هنا هتتقسم او النفاذيه بتاعت السبستنس هتتقسم ل 3 تايبس. النوع الاولاني هنقول عليها بيرميبل ميمبرين، بيرميبل ميمبرين او غشاء نفاذ. يعني ايه بيرميبل ميمبرين؟ يعني allow the passage of all substance، يعني ما بيقولش لحد لا. يبقى هنا allow the passage of all substance. تمام. مين الممبرين اللي فيه المواصفات دي يا جماعه؟ الممبرين اللي هو بيكون تركيبه من السليلوز، احنا بنتكلم على حاجات موجوده في البلانت. يبقى انا لو سمعت ان البلانت ده الممبرين بتاعه من السليلوز يبقى اعرف ان الممبرين ده هيسمح بمرور كل السبستنس ثرو ايت. طيب النوع الثاني من النفاذيه هو سيمي بيرميبل. سيمي بيرميبل من الاسم كده يعني نص نص، بنقول عليه او selective permeability. selective permeability يعني بيختار، selective permeability يعني بيختار يدخل ايه او ما يدخلش ايه. طيب يبقى هنا هنقول ايه الحاجات اللي بيسمح بمرورها؟ الممبرين اللي هيكون بالمواصفات دي، allow passage of water، محدش بيوقف المايه يا جماعه، allow الا في exceptions طبعا، allow passage of water
هيسمح بمرور الووتر. طيب يمنع مين؟ بيمنع الشوجرز واللارج مولكولز زي الامينو اسيدز، الشوجر والامينو اسيدز لانهم لارج سايزد، احجامهم كبيره. طيب النوع، يبقى ده كده بيمنع وده هنا بيسمح لها. النوع الثالث هيعمل يعني ايه كنترول، بيمرر بعض الحاجات، كنترول ذا باسج اوف سولتس، الاملاح بقى بيختار منها اللي انا محتاجه على حسب النيدز بتاعه الايه البلانت. انا محتاج مثلا دلوقتي صوديوم، يبقى هسمح بمرور الصوديوم، مش محتاج، عندي كميه البوتاسيوم كافيه، يبقى مش هدخل البوتاسيوم، يبقى هنا بيعمل ايه كنترول للسولتس. اما الووتر بيسمح لها بالمرور كامله، الشوجرز هيمنع دخولها. يا ترى عمليه البيرميابيليتي ديت او سلكتيف بيرميابيليتي دي المتحكم فيها ايه؟ هو وجود سن and tiny pores، وجود فتحات صغيرة جدا أو very small in size، هي دي اللي بتعمل عملية الايه الكنترول. بمعنى ايه؟ احنا قلنا هنا ان الشوجرز او الامينو اسيدز عشان حجمها كبير فمش هتعدي، مش هتعدي ليه؟ لان البورز اللي موجودة دي السايز بتاعها do not allow the passage. تمام، يبقى هنا عملية التحكم من خلال السين اند تايني بورز اللي موجودة. الاكزامبل عندنا هيكون البلازما ممبرين، وانت هتحفظ ده علشان هيعدي علينا كتير. يبقى البلازما ممبرين ده نوع من انواع السيمي بيرميبل ممبرين اللي بيختار الحاجة اللي تعدي من خلاله. خلاص، يبقى احنا كده اتكلمنا على البيرميابيليتي. لسه النوع الثالث اللي هو الامبيرميابل، من اسمه بقى امبيرميابل، ده راجل شرير، ده قاعد عشان يقول لا، ده موجود عشان يقول لا. يبقى الامبيرميابل ممبرينز هنا بنقول ان هي doesn't allow the passage، هي دي هنا لا تسمح بمرور السبستنس. زي مين؟ اللجنين، السوبرين، والكيوتين. يا ترى ايه السبستنس اللي مش هيعديها؟ ده هنا ده بقى موجود، هو هنا قلنا ده بيعدي كله وده بيعدي الميه بس بيمنع حاجات تانية. ده هنا بقى اللي هيقف للميه، هقول لها ما تطلعيش. خلي بالك من كلمتي، بيقول لا ما تطلعيش. ما تطلعيش يعني ايه؟ يعني هي موجوده جوه البلانت وهيمنعها من الخروج. ليه هيمنعها من الخروج؟ عشان يحافظ عليها جوه البلانت تيشوز. احنا لو بنتكلم على ديزرت بلانت، ده ما عندوش ميه في الانفايرمنت بتاعه الا فيري رير، بيتنشأ على المية، فما ينفعش لما يلاقي نقطة مية تتبخر نتيجة الايه الهوت ويذر. فبالتالي لازم يكون في بعض التيشوز اللي موجودة في البلانت تمنع ان المية يحصل لها ايه loss by evaporation. يبقى التلاتة دول اللجنين والسوبرين والكيوتين موجودين هنا علشان يمنعوا خروج المية من البلانت. تمام، ننقل على احنا كده خدنا two phenomena، ننقل على الفينومينا نمبر 3 ونقول اوسموزز. ويا رب الناس بقى لما تسمع الفور فينومينا تقدر تقارن ما بينهم. اوسموزز هنا هي الباسج اوف او الموفمنت اوف، يا ترى مين؟ احنا لما اتكلمنا عن الديفيوجن قلنا الموفمنت اوف مولكيولز، اهو هرجع لها، قلنا موفمنت اوف مولكيولز اور اينز. ماشي، يبقى خليك مركز. هنا هنقول الموفمنت او الباسج اوف ووتر، يبقى هنا هو ده اللي بنعرف بيه ان دي الاوسموزز، عمليه المرور بتاعه الووتر. طب احنا اتفقنا ان الموفمنت ده بيكون منين؟ فروم ذا هاير كونسنتريشن، من التركيز الاعلى بتاع مين يا جماعه؟ بتاع الووتر، تو ذا لوور كونسنتريشن اوف ووتر، يعني المكان اللي فيه الميه كتير هيتنقل للمكان اللي فيه الميه الاقل. طبعا انت حاطط البلانت في سويل، اكيد الراجل اللي بيعمل اريجيشن ده او ووترينج بينزل الميه في السويل، فبالتالي كميه الووتر اللي موجوده في السويل اعلى من كميتها اللي موجوده في البلانت، فهنا هتبدا الووتر تدخل جوه البلانت تيشوز من خلال ايه؟ الاوسموزز. طيب هي في هنا شارت بيقول لك الباسج اوف ووتر فروم هاير كونسنتريشن تو لوور كونسنتريشن، بس لازم تكون في طريقها هتعدي على سيمي بيرميبل ممبرين، يعني اللي هو من النوع اللي بيسمح بمرور الميه ثرو سيمي بيرميبل ممبرين. يبقى باسج اوف ووتر فروم هاير كونسنتريشن تو لوور كونسنتريشن اوف ووتر ثرو ا سيمي بيرميبل ممبرين.
طيب ننقل على النوع الرابع ونقول imbibition. يعني ايه imbibition؟ ايه الكلام الغريب اللي احنا بندرسه ده؟ imbibition ده كلام سهل يا جماعة، بس هي يمكن المصطلحات هي اللي جديدة علينا. كلمة imbibition معناها التشرب. التشرب، عمرك جبت اللي هي الألعاب الصغيرة الأسفنج دي اللي بتبقى السايز بتاعها فيري سمول، وبعدين لما تحطها في الووتر تبص تلاقيها حصل لها سويلنج وبدأت تكبر في السايز بتاعها كده، والناس بتفهمك ان ده ماجيك. هو مش ماجيك ولا حاجة، هي الماتيريال اللي معمولة منها التوي دي من النوع اللي بنقول عليه كولويدال، حاجة رغوية. بمعنى ايه؟ انها عندها هاي افينيتي تو ابزورب ووتر، عندها شراهه لامتصاص الميه. فونس ان انت بتدخلها في الميه بتبدا تتشرب بيها، عمليه الابزوربشن للووتر ديت بنسميها امبيبيشن او التشرب، بيحصل لها انكريز سويلنج او انكريز ان فوليوم. تمام، يبقى هي عمليه سهله جدا. بنقول فيها الشرط بتاعنا عشان يحصل الامبيبيشن ده، بنقول ان تكون الماده دي سوليد كولويدال، من النوع الكولويدال او المواد الرغوية. solid colloidal particles دي بتتميز بإيه؟ إن هي has high affinity for water، عندها شراهة للمية، فبالتالي بتعمل لها absorption، فتعمل لها absorption. طيب نتيجة إنها بتمتصها أو بتتشرب بيها هتحصل ايه؟ هيحصل لها swelling وتؤدي الى increase in volume. طب هل في حاجة في البلانت يا جماعة فيها المواصفات دي زي التويز اللي انت كنت بتشرح ان البلانت فيه structure او تيشو نوعه colloidal متكون من colloidal particles؟ ايوة، example السلولوز بيتكرر علينا الاسم ده. example تاني البكتين. example البروتينز من النوع اللي هي بروتوبلازميك بروتينز. يبقى الاسامي اللي انا بقولها دي examples على ايه؟ على الكولويدال سبستنس اللي عندها هاي افينيتي فور ووتر، اللي بتعمل absorption للووتر فبيحصل لها swelling and increase in volume. بكده نكون اخدنا الفور فيزيكال فينومينا اللي من خلال فهمنا ليهم هنبدا نتكلم المره الجايه ازاي بيحصل الابزوربشن اوف ووتر، يا ترى انهي فينومينا اللي بتشتغل وكل واحده بتشتغل منهم في انهي مكان من البلانت تيشوز. ده اللي هنعرفه next time ان شاء الله. Thank you for your attention and see you later.